نشرة أخبار السياحة من جريدة وقناة تحوس برسالة الإلكترونية. أهلا بكم، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. الفريق أول شنغريحة في زيارة إلى قيادة قوات الدفاع الجوي. وزير النقل في اجتماع تنسيقي مع وزير الصيد البحري تنفيذا لتعليمات الرئيسة. سلطة الضبط السمعي البصري تستدعي ممثلي بعض القنوات لهذه الأسباب. رسميا الحجز الإلكتروني للتذاكر يدخل حيز الخدمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قام الفريق والفريق سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات الدفاع الجوي عن الإقليم. الفريق أول سعيد شنغريحة التقى بإطارات ومستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ليشرف بعدها على تدشين مقر جديد لسكنة عسكرية تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. هذا وترأس اليوم الثلاثاء وزير النقل محمد الحبيب زهانة رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بمقر وزارة النقل اجتماعا تنسيقيا وبحضور إطارات من الوزارتين خصص لمناقشة جملة من المسائل القطاعية المرتبطة بنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، على رأسها تلك المتعلقة بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تطوير شعبة الصيد البحري وتحسين ظروف عمل المهنيين وتسيير موانئ الصيد البحري والنزهة ومدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال الاجتماع التنسيقي الأول والمنعقد بتاريخ 11 جانفي 2024، حيث وقف الوزيران على مدى تنفيذ برنامج العمل، حيث أبدي ارتياحهما على ما تم تجسيده إلى حد الآن ومواصلة للعمل التنسيقي والتشاوري بين قطاعي النقل والصيد البحري. اتفق الوزيران على عقد لقاء تقييمي آخر في غضون شهرين. هذا وقامت سلطة الضبط السمعي البصري باستدعاء ممثلي القنوات المخالفة لآخر التعليمات بعدما تم تسجيل تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية، حيث أوضحت سلطة الضبط السمعي البصري في بيان لها أن تمادي القنوات ببث رسائل إشهارية تتجاوز الوقت المخصص لها يضر بمصلحة المشاهد، مؤكدة أنه تم ترك مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية لتدارك الوضع، غير أن ذات القنوات رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد. وإلى خبر آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها عن دخول خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر حيز الخدمة، وهذا عبر الموقع الرسمي الخاص بالحجوزات. وأوضحت المؤسسة في بيانها أنها تضع عقول تحت تصرف زبائنها الكرام في الموقع الرسمي الخاص بالحجوزات، والمنجز عقول من قبل كفاءات جزائرية محضة، كما أن الموقع يضم كل الخطوط البحرية التي تضمنتها المؤسسة من وإلى الجزائر نحو كل من فرنسا، إسبانيا وإيطاليا. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.